شكرا للزميل عبد العزيز النصر. أصدقائي المشاهدين، تحية إنجليزية، تحية ويمبلي، تحية ليفربول وتشيلسي في تار فاينل الاف كاب 2022 هنا مباشرة وحصريا على قنوات البين سبورتس. نلتقيكم في قمة الكبار ليفربول تشيلسي في الكلاش الرابع هذا العام. 3 تعادلات فيما سبق، نهائي الليك كاب في مارس كان تاريخي، 11-10 بركلة ترجيح ابتسم فيها الحظ إلى العريق الأحمر ليفربول. أليو وكوفاشيتش في وسط الميدان، ترجع الكرة في الانطلاق، كرة من جيمس التغطية، يمشي خسر ضد أرسنال 2020، خسر الموسم الماضي ضد ليستر سيتي فريق الكينج باور، وهذا العام يحاول أن يعوضها. 10 سنين للوراء، كرة تقدم للهجوم وللأمام، والركنية الأولى في المباراة، الركنية الأولى في الفينال، كرة هذا هدف، هذا هدف إدوارد ماندي على الخط النهائي، خلص الدفاع، ترجع الكرة نبي كايتا، وفرصة كبيرة دار نبي، فرصة خطيرة دارا كايتا، يا ولد يا ولد يا ولد على الباس. ترجع كرة بالرأس، عودة للتشكيل الأساسي الألماني. أنت لست بحضرة فاينل الجيرمان بوكل. يعاني تشيلسي، يعاني تشيلسي، أرنولد كرر، الرعد سوى الهدف، الرعد سوى الهدف، قريبة جدا. 4 دقائق لعب في الشوط الأول، تقريب تكرار سيناريو ومشوار مباراة المان سيتي في السيمي فاينل. نبي كايتا كرة طويلة والدفاع يتصدى، كارثية يعاني فريق تشيلسي. ربع ساعة في الشوط الأول، عرضية خطيرة لمسة يد من روميلو، التسديدة والهدف يضيع من بوليزيتش، ولكن أعتقد في لمسة يد على روميلو بيمينو، ينفذ الإسباني والحارس اختار لساديو اعتران جماني منادي تشيلسي، وأربع مرات فقط تأهل ليفربول. حتى في لغة الأهداف هناك تفوق كاسح لنادي تشيلسي، 23 مقابل 16 بالأرقام. روبرتسون، روبرتسون شوت، كرة أوت، ضربة مرمى، ضربة ياس، كرة هدف الأول، 1-0، 1-0 يا صلاح، 1-0 يا صلاح، كرة قريبة، كرة قريبة ليلي ماونت، ماونت وجول بوليزيتش، مش ممكن، مش ممكن على الهدف الضايع، مش ممكن على تمنع الكرة، مش ممكن الأحمر، صلاح كنترول، لكن كنترول يحط به صلاح، الماما أفريقيا في الأتاك، ترجع الكرة من ماركوس، بوليزيتش، بوليزيتش، ماركوس، ماركوس، مش ممكن يا العنصر، مش مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، ولدهم، ولدهم ألونسو ضيع كرة التقدم، ضيع كرة الأدفانتج في نصف ساعة. وعلى المستوى النفسي، إصابات بالجملة، قلق بالجملة في معسكر ليفربول. كرة عن طريق أرنولد، أرنولد يشوت والدفاع، نبي كايتا، ساديو كنترول سيء، طويلة، روميلو هذه اختيرة، روميلو، روميلو مع فيرجيل، المحترفين اليوم في فينال الكاب والكوب. على فكرة في تاريخ الكرة الإنجليزية هذه ثاني مرة في تاريخ كرة الإنجلند اللي نهائي الليج كاب مساء أم ستكون التاسعة لتشيلسي. روميلو جول، روميلو، 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 جوردان يتقدمون، يوزعون الكرة من أرنولد، طاروا إنجلترا اليسير على سكك حديد جورج ستيفنسون مخترع القاطرة الحديدية. النتيجة أصفر، تلاول المثير، محاولة التوزيع، كرة خطيرة جدا وضيعها جوتا، هذا دييغو جوتا، كرة 1-0 عادت ليفربول، عادت لأذهاننا، خطيرة، خطيرة، روميلو يا لوكاكو، يا روميلو يا لوكاكو، يا الولد يا البلجيكي يا روميلو، يا تشيلسي، يا المان، يا ايفرتون، جوتا، 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 حط بدنه القوي روديغير، ماونت، ماونت بوليزيتش، حتى بوليزيتش، مش ممكن، مش ممكن هنا، كيفاش ما يشوتش، مش ممكن، هبلتني يا بوليزيتش، لأعطيت اللقب مناصفة بين اثنين، بين اثنين، بين اثنين، الكافيتيريوس، قهوجي، قهوجي، جيب، هو دياش، خياري الأول دياش، كاغولاثو يضيع، كاغولاثو يا الكولومبيانو، الكولومبي، 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 هذا بوليزيتش والخطورة، خطيرة ماركوس، ألونسو جول، مش ممكن، مش ممكن، كرة تعيد
تمنحها على فريق تشيلسي. هل هي قلت في بداية المباراة في 0-0 وكون على العارضة؟ فقط النحس، فقط سوء الطالع سيمنع فريق من أجل أغلى الكوس. قبل ذلك يقدر جوتا كرة، جوتا يقدر كرة التكذيب، تكذيب على المباشر، كرة من أرنولد لجوتا، جوتا جو بين تشيلسي وبين البريمير ليج. وهن ويلياقة في شهر ماي، عرضية خطيرة أخرى جالسة عندنا هم يمشي جيمس. هل هي هدية كاس للملاك الجدد أم هي اعتراف؟ ماذا سيحدث اليوم هنا من كابينة التعليق؟ نبي هي 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 جوتا، الكرة بالملي الأخير، الكرة في الملي الأخير، ضاعت على جوتا، ضاعت كرة ديوغو جوتا. لك ربح ليفربول بركلة الترجيح، نعم، ولكن في قانون الكرة الماتش ينتهي تعادل، ماتشات الكوب والكؤوس نحسبوها التعادل، قطع النظر على من فان. خطير على القائم الثاني، يطلع ادوارد ميندي اليمين من لاباس من اللاند كانتارا الشوطه. برافو يا سيندي، برافو يا سيندي، برافو يا ميندي، ايو سيندي. الرصد الان تشيلساوي يلعب الكوره، وبرافو جوردان جيمس 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 جيمس. برا حل كتاب يا بوليزيتش، انتم منحوسين يا بوليزيتش، مش ممكن يا بوليزيتش. شباك خطير هذه، ما تضيعش جول اليسون بيكار امام بوليزيتش. مش ممكن يا تشيلسي انت منحوس، مش ممكن يا تشيلسي على صوت فدايس والوفا دايس والكاف دايس والاجين دايس. قطع تشيلسي، رجعت الليفر، خرج يا مندي، يدخل لويس يلعب الكره الهجوم والدفاع، وفي خطا، في خطا، في فاول، في فاول لجيمس، كره لنادي تشيلسي. كانتي، كانتي خطيره، بوليزيتش، بوليزيتش، والتغطيه والدفاع والركنيه، التغطيه يلعب الكره التوزيعه، ترجع الكره الثانيه، ساديو، ساديو للويس، لويس جول. مش ممكن ضاعت، مش ممكن، مش ممكن ضاعت، مش ممكن ضاعت كره المباراه. لويس دياز، لويس 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 لويس، والدفاع موجود. خطيره، خطيره ارنولد وماونت، دياز 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 يركضها. اي 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 يا لويس، اه يا لويس، اه يا لويس، يا لويس، يا لويس، يا الملك. الخلا انا الثغره، انا الفجوه، وهنا يرجع ماركوس. ماتش كبير، ماركوس يعاود كره زياش، وكوناتي، كوناتي بالكتف اسقط المغربي النجم حكيم زياش. هي يا زياش، هي يا حكيم، هي جول. ضاعت الكره على بوليزيتش، اللمسه الاخيره تنقص الهدف القاتل، تمشي كره خطيره ومارتي، ركلات الحظ الونسو جول. جيمس مينير جول، يمشي سيزار لحاله، يمشي ما يبعدش على الكره، يمشي ويحط على كروات البورو، ما يبعدش وخايف وحتى لبراب. الثالثه فيرمينو، يتوقف فيرمينو، فيرمينو جول 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 في الكره، الكلهم بشكله كره وضيعها له. الحمرة 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 برجاله يا جو، سجلها يا جو. ساديو، ساديو، ساديو ضيعها، قاد الكاس يا تشيلساوي. يمشي زياش، خايف خايف، يرعش يرعش، خايف وقوم. يمشي ماونت، 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 ضيعها يا تشيلساوي. جول 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 جول. السلام عليكم ورحمة الله، معكم خبيرة التكبير من بالشعر والبشرة والأعشاب الطبيعية بسمة الشريف. إن شاء الله يكون ملخص اليوم عجبكم، ومسيش شجاع الفريق بتاعنا، ونعمل اللايك ونعمل اشتراك في القناة ونفعل رمز الجرس ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي على الوصفة الجبارة دي اللي احنا نعملها في دقيقة واحنا واقفين، يعني من مكونات موجودة في بيوتنا ومكونات مغذية جدا للبشرة، هتفتح لك بشرتك، هتمنع لك الحبوب، هتمنع لك الشوائب، هتخلي بشرتك دي نضرة وزي الشمع بإذن الله. معايا ايه؟ معايا علبة الزبادي بتاعتي، معايا زيت الزيتون، ومعايا زيت الورد البلدي. هنحط المكونين الزيت على علبة الزبادي، وكمان لو عندك ماء ورد او عندك نصف ليمون هتضيفيهم
برضو هيبقى يعني حاجة رهيبة رهيبة بجد. هتحطيه على اي منطقة في جسمك، بس قبل ما تعملي كده هتغسلي بشرتك بالمية الدافية وتمشي في بشرتك، وبعد كده تحطي الكريم ده، هتستنى لحد ما ينشف تماما، وبعد كده ايه تغسلي بشرتك وتحطي اي نوع مرطب. هتعملي الوصفة دي لو انت بشرتك غامقة جدا، متاح انك انت تعمليها يومين، وعلى اي منطقة في جسمك هتخلي بشرتك تتغير.